محمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني موصولة لسالم بن فاران المري. الشوط الثالث مشاهدينا الأعزاء لقايب كار ينطلق، ويتواصل الزميل الكريبي بن جابر معلقا على هذا الشوط المنطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحظ الكريم، أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم انطلاقة للشوط الثالث بتعداد أشواط هذه الفترة المسائية، الأشواط المفتوحة لهذا السباق المحلي الخامس من المرحلة الأولى. ننطلق معكم ومع المركز الأول، وهنالك سحايب على الصدارة وعلى المقدمة وعلى مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهبي سالم بن فاران المري. النغلة على المركز الثاني وثاني المراكز، هنالك التلة على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع فهد بن حسين النعيمي، هنالك على المركز الثاني. المركز الثالث تتواجد جميلة بانطلاقتها على المركز الثالث لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنالك الانطلاق من قبل مثيرة هنالك على المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن ابراهيم مع الانطلاقة هنالك والانتقالة الى المركز الثاني. المركز الثالث تتواجد تلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع فهد بن حسين النعيمي بعملية التضمير. المركز الرابع من انطلقت بدورها الى المركز الثالث تتواجد الدوحة، وصلت الدوحة على المركز الثالث لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري هنالك مع المركز الثالث. المركز الرابع تتواجد التلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع فهد بن حسين النعيمي. المركز الخامس هنالك جميلة على المركز الخامس لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري هنالك على المركز الخامس. خمسة أسماء دعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام، وهنالك ما خلف الخمس المراكز المتقدمة هنالك أعداد هائلة، أعداد آتية إلى عالم الإذاعة وإلى هنالك الخمس المراكز المتقدمة. أعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة، وأعود مع السحايب هنالك على المركز الأول وعلى السيطرة وعلى مقدمة هذا الشوط. سحايب إذن على الصدارة لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري بعملية التضمير. من يغود لنا سحايب على الصدارة وعلى المقدمة؟ مثيرة على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع المضمر محمد بن سعيد بن إبراهيم بعملية التضمير. من يغود لنا مثيرة على المركز الثاني؟ المركز الثالث تتواجد الدوحة لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري من يقودها بعملية التضمير. المركز الرابع ورابع المراكز هنالك الانطلاق والتواجد من قبل صاحبة المركز الرابع من تنطلق بدورها جميلة لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر سالم بن فاران المري. والمركز الخامس هنالك التواجد والانطلاق من قبل التماس، وصلت التماس مع المركز الخامس وتتواجد بدورها مع خامس المراكز لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر سالم بن فاران المري. أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، أعود هنالك مع سحايب من انطلقت نحو ناموس هذا الشوط، ومن تفتتح الآن الكيلو الأخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة، كيلو الأداء، كيلو التميز. وسحايب على الانطلاق، وانطلقت سحايب، انطلقت سحايب هنالك مع المركز الأول. إغلاع تام أيها الحفل الكريم، إنها سحايب تندفع كل اندفاعات هنالك مع الصدارة ومع المقدمة لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني ومع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. إذا سالم بن فاران المري يقود لنا سحايب كل القيادة وتسحب الشوط. بالفعل سحايب تندفع إلى خط النهاية اندفاعا كلي، وهنالك المركز الثاني وثاني المراكز تتواجد هنالك الدوحة بانطلاقتها لسعادة الشيخ الغاغا
قاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري، ولكن أعود مع سحايب، سحايب هنالك مع المقدمة مع السيطرة تباعد المسافة رويدا رويدا عن بقية الهجن المشاركة، تقول أنا على المركز الأول وتركتكم هنالك تتنافسون على المركز الثاني، ولكن وصلت الدوحة على المركز الثاني لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر سالم بن فاران المري، هنالك مع المركز الأول بن فاران ومع المركز الثاني سلام، سلام لهذا الشعار وسلام لهذا الشعار شعار سعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث كان التواجد من قبل مثيرة لسمو الشيخ مكتوب بن محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن إبراهيم. المركز الرابع ورابع المراكز كان التواجد من قبل التماس لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري، هنالك مع المركز الخامس كان التواجد من قبل ضبية لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية الثاني. والتبريكات نزفها الجميع، وحظ أوفر لمن لم يحالف الحظ، ها هي لحظة وصول سحايب إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بتوقيت زمني وغدره. 6 دقائق 19 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني، والثاني موصول لسالم بن فاران المري الدوحة على المركز الثاني بتوقيت زمني وغدره. 6 دقائق 19 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث وثالث المراكز كان التواجد من قبل مثيرة من تتواجد على المركز الثالث بتوقيت زمني وغدره 6 دقائق 23 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لسمو الشيخ مكتوب بن محمد بن راشد.